السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعرفكم بنفسي، معكم الدكتورة أبرار خالد ثابت، أستاذ مساعد في علاجات الأمراض المعدية بكلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز، واليوم سأحدثكم باختصار عن المضادات الحيوية في رمضان. يختلف توقيت تناول المضادات الحيوية من مضاد إلى آخر، فإذا تم وصف المضاد لتناوله مرة واحدة في اليوم أي مرة كل 24 ساعة، فيمكن بكل بساطة تناوله في أي وقت بين الإفطار والسحور. أما إذا كان يلزم تناول المضاد على معدة خالية، ففي هذه الحالة يمكن توقيته لتناوله بعد حوالي ساعتين إلى 4 ساعات بعد الإفطار، أي مثلا بعد صلاة التراويح. إذا كان تم توقيت المضاد لتناوله مرتين في اليوم أي مرة كل 12 ساعة، فيعتمد ذلك حسب فاصل الوقت بين الإفطار والإمساك. فإذا كان فاصل الوقت بين 10 إلى 12 ساعة أي لا يقل عن 10 ساعات، فلا بأس بتناول حبة عند الإفطار وحبة قبل الإمساك. أما إذا كان فاصل الوقت أقل من 10 ساعات، ففي هذه الحالة ينصح المريض بعدم الصيام وتناول المضاد الحيوي على موعده. إذا كان تم وصف المضاد لتناوله 3 أو 4 مرات في اليوم أي مرة كل 8 أو كل 6 ساعات، فإذا ينصح المريض بعدم الصيام لتناول المضاد الحيوي على موعده. المأكولات التي قد أو المشروبات التي قد تتعارض مع بعض المضادات الحيوية، وأهم ذلك هي مشتقات الحليب مثل اللبن سواء كان الرائب أو الزبادي، أو القشطة والجبنة في الحلويات العربية، وهي تتعارض مع المضادات الحيوية التالية: سيبروفلوكساسين، ليفوفلوكساسين، موكسيفلوكساسين، ودوكسيسايكلين. كما يجب أن ننوه أن هذه هي الأسماء العلمية وليست الأسماء التجارية للمضادات الحيوية، ولمعرفة الاسم العلمي للمضاد فيمكن قراءة الخط الصغير المكتوب أسفل الاسم التجاري أو قراءة النشرة الدوائية المرفقة. لتجنب التعارض يجب تناول المضاد بعد فترة من تناول الوجبة التي تحتوي على مشتق الحليب، وذلك ولمعرفة هذه المدة يجب قراءة النشرة الدوائية، فقد تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات بعد تناول المضاد الذي يحتوي على المادة العلمية ترايمثوبريم سلفوميثوكسازول. يتطلب شرب الكثير من الماء معه، وهو معروف بالأسماء التالية: باكتريم سبترين وكوتراموكسازول، وذلك لتقليل من فرصة حدوث حصوات بالكلى في حال عدم تناول كميات كافية من الماء. استماعكم، ورمضان مبارك علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.